السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعلم مع بعض إزاي نشغل باقة الإنترنت بتاعتنا بعد انتهاء الباقة وبسرعة كبيرة، سواء كان على الكمبيوتر أو الموبايل. وكمان هعلمك إزاي تعمل كونفيج مجاني تستخدمه على الكمبيوتر وعلى الموبايل، وهعلمك كمان إزاي تستخدم برنامج نيد مود. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الاولى اللي انا هعملها ان انا هفتح المتصفح بتاعي، واجي في خانة البحث اضع لصق للرابط بتاع الموقع اللي انا هعمل منه الكونفيج، تمام، وانتظر لحد ما الصفحة بتاع الموقع تفتح معايا بالصورة دي، واضغط على جيت ستاردت، تمام كده اهوت. وبعد كده انزل تحت كده وانزل عند اللي هو فيتوري، تمام، واختار اللي هو نيكست واضغط على كلوز، تمام كده هوت. لحظات بسيطة تبدأ تنزل وتختار أي بلد من البلدات الموجودة زي ما حضرتك شايف كده، أي بلد يعجبك تختار تشتغل بالسيرفر بتاعه، تمام. وأنا افترض إن أنا مثلا هختار استونيا، أضغط على Select Location، تمام كده هوت. وبعد كده أنزل تحت واختار أي سيرفر يعجبني، وأنا افترض اللي هو مثلا السيرفر الأولاني، تمام كده هوت. وبعد كده انزل لتحت وابدا اعمل اي اسم يعجبني، اي اسم حضرتك هتختاره تكتبه يعني، اي بس طبعا هتعمله باللغه الانجليزيه، تغير الكتابه من لوحه المفاتيح واي اسم يعجبك، تمام كده اهوت. وبعد كده ننزل ناخد اللي هو الموقع ده اللي هو ديجيتال جي او في نقطه اي جي، تمام، واضغط على انا لست روبوت وابدا اضغط على كرييت ناو، وانتظر لحد ما يتم عمل السيرفر. زي ما حضرتك شايف كده السيرفر اتعمل بنجاح. كل اللي انت تعمله تضغط على كوبي كونفيج، تمام، وبعد كده تفتح صفحة جديدة، مستند جديد، تمام، وتعمل تفتحه وتعمل فيه لصق للكونفيج اللي انت عملته، تضغط عليه لصق وتحتفظ بيه عندك. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ان انا هفتح المتصفح بتاعي واعمل لصق لكلمة نيت مود، وده نيت مود البرنامج اللي انا هشتغل بيه، تمام، وانزل اخد الخيار رقم 3 اللي هو نيت مود، تمام كده اهوت. وابدا اضغط على اللي هو داونلود، تمام، وانتظر لحد ما عملية الداونلود تبدا معايا. زي ما حضرتك شايف كده عملية الداونلود هتبدا بعد ثواني بسيطة، انتظر لحد ما تبدا عملية الداونلود، تمام كده اهوت. زي ما حضرتك شايف كده بدأت تظهر عندي عملية الداونلود فوق، هنتظر لحد ما البرنامج يتم تحميله ونسطبه مع بعض وأوري لحضرتك ازاي هنشغل الإنترنت. زي ما حضرتك شايف كده عملية الداونلود اشتغلت، أبدأ أنتظر لحين انتهاء عملية الداونلود وأرجع ليك مرة تانية بعد انتهائها. بعد الانتهاء من تحميل البرنامج هيظهر معايا بالصورة ديت، هبدأ أضغط عليه مرتين عشان ابدا عمليه السيتاب، هيظهر معايا بالصوره ديت، هبدا اضغط على نيكست وبعد كده انستول، تمام، وانتظر لحد ما يتم تثبيت البرنامج على الكمبيوتر بتاعي، بتظهر الايقونه بتاعته، واوري لحضرتك ازاي هنشغل الكونفيج ونشغل الانترنت بتاعنا بعد انتهاء الباقه بسرعه كبيره. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج انتهى من عمليه السيتاب، هضغط على فينيش، هبدا اضغط عليه مرتين عشان يشتغل معايا، انتظر لحين فتح البرنامج على سطح المكتب. لحظات بسيطة تابع معايا الفيديو. هيفتح معايا البرنامج بالصورة دي زي ما حضرتك شايف، طبعا هتلاقيه برضو موجود عندك على اللي هو بجوار الساعة زي ما حضرتك شايف كده. لو ما فتحش معاك على طول تضغط عليه ضغطتين من جنب الساعة يظهر معاك بالصورة دي. هتبدأ ترجع للمتصفح بتاعك، طبعا انا كنت لسه فاتح الصفحة بتاع اللي هو الكونفيج اللي انا عملته. لو حضرتك ما كنتش نسخته ممكن ترجع مره تانيه للصفحه بتاخده كونفيج، بس طبعا الافضل ان انت تكون نسخته في ملف زي ما انا عملت كده. ممكن هنا برضو تاخده من هنا، تاخد على اللي هو تحرير الكل وتحديد الكل وتبدا تاخده نسخ، تمام، او تاخده من صفحه بتاعته اللي انت كنت عملته فيها. وبعد كده تيجي تضغط على البرنامج على الثلاث نقط اللي فوق دول وتضغط على امبورتنت، تمام، وتنتظر لحظة هتلاقي تم نسخ الكونفيج داخل البرنامج. عشان تشغله كل اللي انت تعمله تضغط على اللي هو شكل دايرة اللي فيها البلاي دي،
وتنتظر لحد ما تبدأ تظهر معاك ثواني. طالما عدى معاك يبقى الكونفيج اشتغل وشغال معاك بنجاح، وهيبدأ يشغل معاك الباقة زي ما حضرتك شايف كده بدأ يعد معايا ثواني. تمام، طالما عدى معاك ثواني يبقى الانترنت هيفتح معاك وهتشغله بعد انتهاء الباقة بتاعتك بسرعة كبيرة. تمام كده، لو فتحت اي صفحة دلوقتي هيشتغل معاك. دي الطريقة اللي بنعملها عشان نشغل الكونفيجات المجانية على جهاز الكمبيوتر بعد انتهاء الباقة. هنشغل الطريقه دي ازاي بالنسبه للموبايل؟ كل اللي انت هتعمله هتروح رايح على اللي هو متجر بتاع جوجل بلاي، تبدا تكتب كلمه نت مود في خانه البحث عندك فوق زي ما حضرتك شايف كده. طبعا انا مثبت البرنامج، حضرتك لو ما كنتش مثبته هتبدا تعمل له عمليه تثبيت. طيب وبعد كده تضغط على اللي هو فتح. تمام، طبعا انا كنت عامل قبل كده كونفيجات للبرنامج. طيب هاجي للكونفيج اللي انا عامله جديد. تمام كده هوت، هتكون انت نقلته على جهاز الهاتف بتاعك بأي طريقة كانت. تبدأ تضغط على تحديد للكل، تبدأ تضغط على نسخ. تمام كده، وبعد كده تروح رايح على اللي هو البرنامج من الموبايل، تضغط برضو بنفس الطريقة الثلاث نقط اللي فوق، تبدأ تاخد الخيار الأولاني. بمجرد ما تاخد الخيار الأولاني تضغط على امبورتن. تمام كده هوت، هتلاقي تم إضافة الكونفيج الجديد. تبدأ تضغط برضو على كلمة بلاي، أول ما يبدأ يعد معاك ثواني تعرف إن هو اشتغل. طبعا هو ممكن يعرض لك إعلان في الوقت ده، مفيش مشكلة هتوقفه. زي ما حضرتك شايف كده بدأ عملية العد، طالما بدأ يعد معاك يبقى الكونفيج شغال معاك بنجاح. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.